هادشي يسمح في المحلات ديالهم، وإكراه الوقت كذلك ده هو دخل في هذا الجانب هذا. كان حضور ديال الزملاء من أجل أننا نسو وجنة حضور. إحنا حاليا كانت لجنة تحضيرية تحية طيبة لموقع ناظور بريس تتبع من أشغال الجمع التأسيسي لجمعية التبادل التجاري والتنمية لتجار شلوان، حيث نقى نهارا يجن الجمع بعد ما تغى تعقد اللجنة التحضيرية مجموعة من اللقاءات لك مجموعة من التجار من أجل المساهمة في لم الشمل وكذلك الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للتجار، إضافة للتنسيق مع المؤسسات الأخرى والهيئات الحكومية كغرفة التجارة والصناعة والخدمات وكذلك غرفة الفلاحة، بحكم أن هذه الجمعية تشمل كل القطاعات التجارية. ما يجب الإشارة إليه هو الجمعية تأسس وفق المتطلبات المرحانة ذين يجن الكساد نيخ يجن الأزمة تستدعي منا كتجار مقاولين أن نقف متكاتفين، تستدعي منا مجموعة من الأنشطة الإشعاعية لتجاوز هذا الكساد التجاري وكذلك الاستشارة مع المؤسسات الصاهرة والوصية على هذا القطاع. باعتباري الرئيس المنتخب من طرف الأعضاء والجمع العام الذي هو الهيئة التقريرية العليا، أعتقد بأننا سنشتغل وهذا الاعتقاد جازم بحكم أن الطاقات المتواجدة داخل الجمعية لها رغبة حقيقية في تغيير، لها رغبة حقيقية في تنمية المنطقة، وبالتالي تستير جدول أعمال للعمل هذه السنة من أجل تكوين ومن أجل كذلك السهر على مواكبة هذه المشاريع وكذلك من أجل المساهمة في هيكلة مجموعة من القطاعات التي نراها لا زالت لم تهيكل بعد. نشكركم موقع ناظور بريس على تتبعكم الدائم لمستجدات الرأي العام والساحة التجارية وكل الميادين الأخرى وإنارة الرأي العام بهذه المستجدات. شكرا لكم.